مرحبا أصدقائي، تحياتي. أنا موجود في منطقة ووكينغ في سري جنوب غرب إنجلترا. استوقفني هذا المكان وأنا سايق بالسيارة، اكتشفت أنا ومحمد أنه هي يعني معلم تذكاري، لكن هو قبة إسلامية، لأنه معلم تذكاري ل 19 جندي مسلم هندي حاربوا مع القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى والثانية. معلومة مهمة، أنا اللوحة هذه فاجأتني، أنه 400,000 جندي مسلم هندي حاربوا مع القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى والثانية. يعني رائع أنه نعرف هاي المعلومة، أنه كان فضل للمسلمين في اللي هو تاريخ التاج البريطاني. حاخدكم جولة على المعلم التذكاري ونشوفه، صراحة رائع جدا. إذا جيتوا على المنطقة في مصاف قريب من هذا المكان. افتتحت حديقة السلام كنصب تذكاري سنة 2015 تخليدا للذكرى لجنود الهنود المسلمين اللي حاربوا في صفوف الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى. وشارك في الافتتاح الأمير إدوارد ابن الملكة إليزابيث الأصغر، وهو حاكم منطقة ويسكس، وساهم في الدعم المالي عدة جهات محلية ودولية منها سلطنة عمان، وموجود عمود رخام باتجاه قبلة الصلاة في مكة. طبعا يا جماعة، هذه أسماء الجنود الهنود المسلمين اللي حاربوا في الحرب العالمية الأولى واللي سقطوا، كانوا يحاربوا مع الجيش البريطاني. هاي أسماءهم، نعطيكم نظرة قريبة. مثلا الشيخ عبد الوهاب، زريف خان، سرمسات، وهي أسماء تانية. صراحة جميل المكان، يعني بيفتح النفس. I'm surprised to see people coming to this site. Why you decided yourself to come here, and what does it represent to you? Oh, so we come here because it's a really peaceful, quiet place. So the kids like to come and just relax. And